خلاص يا بابا، الوجبات واللعب اللي انت شاركت بيها كلها جهزت. ربنا يبارك فيك يا ابني، البركه فيك انت ومراتك، تروحوا دور الايتام زي كل سنه توزعوا على الاطفال لعب وهدايا. انا لو كانت صحتي مساعداني كنت جيت معاكم. المره دي يا عمي مش هنروح الملجا، انا وسامح فكرنا شويه بره الصندوق. انا عارف ان معظم الناس بينزلوا على دور الايتام في اليوم ده، علشان كده اتفقت مع حاتم ومراته اصحابنا المدرسين ان هم يعملوا كشف بالايتام اللي في مدرسه هنا وعمر ولادنا، وجبنا لهم لعب وحاجات حلوه كتير قوي، وهنعدي عليهم نديها لهم. ربنا يجازيكم خير يا ابني. ده واجب علينا يا عمي، اليوم ده بيبقى من احلى الايام. وهو فيه خير وواجب اكتر من اللي بيعمله سامح مع اولاد خالته. كفاله ولاد خالتي بعد موت ابوهم وامهم واجب وفرض عليا كمان. يا ابني اتاخرت ليه كده؟ اتفضلي قبل ما جهزنا الحاجه. اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا ابني عامل ايه؟ ازيك يا بنتي؟ اقعدي. ازيك عامله ايه؟ هدخل بقى اجيب شنطتي واجي. اوكي طب يلا بسرعه يلا. ايه يا جماعه انتوا لسه ما جهزتوش؟ احنا خلاص اشترينا الحاجه وحطيناها في العربيه. ها الحاجه تمام؟ 100 100. ده حتى المدرسات والنظره شاركوا معانا وجبنا للاولاد حاجات اكتر. مش كده وبس، ده صاحب المحل اللي اشترينا منه الحاجه لما عرف الحاجات دي رايحه للايتام عمل لنا خصم كبير قوي. والله الشعب المصري ده فيه الخير ليوم الدين.